السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت اليوم أقدم لكم أقراص جوز الهند، ضيافة جدا طيبة وسهلة. خلينا نشوف المقادير وطريقة العمل. هنا بالبداية أحتاج 4 بياض بيض، أحتاج 1.5 كوب من السكر، أحتاج 2 كوب من الجوز الهند المبروش، وأيضا أحتاج 1 ملعقة طعام من الفانيلا باودر أو سائلة نفس الشيء، وملعقة طعام من البيكنج باودر، 2 ملعقة طعام من الطحين وحسب الرغبة. إذا متوفر عندكم فستق حلبي أو أي مكسرات تقدرون تخلوها على الوجه. بالبداية أحتاج خفاقة أخفق البياض البيض بدرجة عالية، وأبدي أنزل 1.5 كوب من السكر تدريجيا. من بعد ما خلينا السكر الكمية بالكامل يصير عندنا هذا القوام، رشة ملح بسيطة، ننزل 2 كوب من جوز الهند المبروش، و2 ملعقة من الطحين، و1 ملعقة البيكنج باودر، ونبدي نخلط هذه المواد كلها مع بعض. صار عندنا كمية لا بأس بها. بعد ذلك راح اخلي الفانيلا سائلة، اذا عندكم باودر يكون افضل حتى ما يصير الخليط يعني رخو، يصير متماسك. بعد ذلك راح اخليه بالفريز شي 15 دقيقة بس يتماسك. ابدي اشكله، خليت بالملعقة شوية زيت حتى تنزل الخليط بسهولة بالصينية. المفروض يكون عندنا ورق الزبدة حتى نطلع الأقراص بكل سهولة من بعد الشوي. شغلت الفرن على درجة حرارة 175 مئوية، ما يعادل 350 تقريبا فهرنهايت. خليتها بالرف الوسط بالفرن، أول ما يبدي ينطي لون ذهبي من الأسفل أشغل الفرن من الأعلى. طلعت عندنا تقريبا يعني كمية لا بأس بيها، بصراحة ما حسبت بالضبط. الأقراص تكون مقرمشة من البرة وتكون يعني معلكة من الداخل، هواية هواية طيبة مثل ما تشوفون. أقراص جوز الهند طيبة وحلوة تقدم للضيوف. أتمنى تعجبكم، ويا ريت مشاركة هذا الفيديو بين الأصدقاء ولايك إذا عجبكم الفيديو. في أمان الله.